العمل الفني بيبتدي من عند المنتج. في دعايه مباشره ودعايه غير مباشره. مصادر السيناريو دي اسهل حاجه واصعب حاجه. طب المخرج المنفذ بيعمل الكلام ده ازاي؟ افهم ان الماكير والكوافير والستايلس ان هو الشخص ده هيرجع تاني يلبس ده ويعمل الشكل ده. من خلال التفاصيل دي بنحبب فكره الايهاب. انت طول الوقت بتبقى على صفيح ساخن. انا ما ينفعش اروح في حته الا لما اكون مذاكرها الاول. تكنيكال اكتر ما هو ارتستيك. الفكره في دور المونتاج ان ازاي انا اوصلك لحاله التوتر او القلق. عن الصوت هو المسؤول عن اي حاجه المشاهد بيسمعها. تان دراما من الأحد إلى الخميس 10:00 مساء على تان تي في.